السلام عليكم اخوتي، تحية لجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. كنسلموا على اخوتنا اللي كيبغيونا وكنبغيوهم، كنموتوا على المغاربة اخوتنا اللي كيتعاونوا معانا. جميع المغاربة والجالية المغربية، اخوتنا الجزائر، اخوتنا تونس، وجميع العرب اللي كيشاهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله. اخوتنا انتم عارفين اخوتي فين خليناها، خليناها اخوتي مني جابوا ديك السيد اللي قاتل الضيف. سعدي نعود لكم، لا حول ولا قوة الا بالله. 15 يوم مسكين مات بلا نعاس، لا هادي لا ولا قتلوه قتيل بالتناكر والحقرة، وهادي ما حملوه ما قبلوه الشجعان. حنا قلنا لكم اخوتي كاين بعض الناس مكروهين داخل السجن، كيحملو شي بنادم بحال اللي كيعدل هاد الافعال بحال هادو، ما هاد الافعال شيطانيه اللي كيقتل والديه وكذا. حنا قلنا لكم ما كيحملو حتى واحد، واللي كيعدل شي حاجه خارج الطريق راه ما كيحملوهش داخل الحبس، واخا هما كاينين شجعان بحال بحال. والحبس اخوتي حنا قلنا لكم كيجمع الكبير والصغير، بحال عائله بحال المراه بحال عائل بحال راجل، الحبس كيجمع كلشي. يمكن تجي للحبس ما عامل والو وما عمرك عرفتي الحبس ولا شي حاجه. والحبس راه ماشي عيب اخوتي، الحبس راه ماشي عيب، دوزو الانبياء ودوزو الناس، ودوزو الناس اللي ما عملت حتى حاجه في حياتها. سمعتي اخوتي؟ قلنا لكم اخوتي ديك الفقيجان عندي باش نكملوا على القصه ديالنا، واللي كتعرفوها نتوما كنعرفوها كاملين. جان عندي قال لي محمد مني دخلنا من الزياره راه حاقه العائله، راه بشرتني بالخير، وقالوا لي ودي راه ان شاء الله بحال والو عبتي في حالك، راه القاتل شبره. قلت له كيفاش؟ قال لي هادشي اللي طلع اخي محمد، وانا نعاود لك هاد القضيه هادي، وراه زعما تبقى تشوف فيها. قلت له الحمد لله مزيان هادشي هذا، وعاد هاد الحاجات كيوقعوا بحال هذا من النهار للي واخا. قلت شيطان هذيك الهضره خرجت هذا عفويه على حساب التحرك ديالك وكدا، باش قلت انا شيطان وما انت واحد الانسان ذكي وهادي. قال لي اخي محمد ان شاء الله كنقول انا بحال والو غادي نمشي بحالي في الصروح، وانا الصخره ديالك هي جات اليوم بحال والو، جيبها بنادم بالليل وغادي نشوف الامور ديالك كيفاش. قلت له شحال تما وهادي؟ قال لي ما غنشبر من عندك حتى ريال، عادي تعطيني عن النمره ديالك الحبس والسميه والاصل صحيح وهادي وهادي وهادي، وان شاء الله لا طول ربي في العمر باقي غنزورك وغنسرد لك بعض السخاري وهادي وهادي الا خرجت. قلت له ان شاء الله بحال والو، نطلبوا الله ان شاء الله يجيبوا لك الصروح وتخرج في حالك وكذا. المهم قلت له عمل محمد بالحاج، عمل محمد بالحاج وعمل النمره ديال الحبس وعمل هادي زعما من هذاك الشيء. طوا ديك الورقه مسكين مشى بحال، حنا كندورو بالحبس مع راسنا وهادي ما كاين والو. وانا ندخل ديك كارتي فين ديك النصارى، عيط لي ديك المسخوط ديك النصراني اللي مكلف على النصارى، افانا التطواني وكدا هادي بدي كنتاود معاه. قال لي شنو قضيه كتبان حامضه وحنا مربجين وهادي. اسمح لنا خوتي راه باقيين بحال حريم باقيين مراطين، ها كنعملو معاكم الواجبات، ها كتعرف خاكم محمد. قال لي ديك النصراني اش فيها محمد؟ قلت له القضيه باقا حامضه والمدير حط على كل شيء والحبس مرون، دابا ان شاء الله غدا بحال والو ولا بعدو، ما عطيتوش الراجل الخيط صحيح. قلت له غدا ولا بعدو يكون خير. قال له صافي انا جيب لي قدا وقدا. قلت له صافي. المهم اخوتي بقيت كندور طران 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 طران، او ديك النصارى يا اخي سعدي نعاود لكم الساعات ولا اخوتي في العشيه ما نعرفش شنو وقع بيناتهم، ودابزوا واحد الدبزه خطيره، وموالي الوقت بغاو يتدخلوا ما خلاوش موالي الوقت يتدخلوا، وجبدوا فيها المواس وجبدوا فيها كذا، وقالوا الاداره ما يقرب حتى واحد. حنايا ديما هنايا في هذا الحبس هذا بعض الحقوق ديالنا خصنا تكون عندنا وكذا وهادي، وديك المدير خصو هو المحن ديالك اخوتي، هو الغداء ديالك، الغداء اخوتي ديال الكمايه وديال البليه. النصارى كيبغيو البليه ديالهم وهادي، والقرو ديالهم دوبلي، والامور ديالهم والزياره دوبلي. ديك المدير بدا كينقص شويه تدريجيا في هاد الشيء هذا، وعندو مع طلوان ناضو معاه، قال لهم عيطوا لديك المدير. جا المدير عندك كارطي كذا هادي، خرجوا ديك الكوار كاملين هاداك محيحين. قال لهم اش كطلبوا؟ قالوا له كنطلبوا بزاف ما يتقال، خصنا اللي خصنا اللي خصنا اللي خصنا اللي خصنا. الزياره مباشره فهمتي، ويجلسوا معنا العائلات ديالنا
ويجيبوا لنا اللي بغاو وندخلوا الحاجه اللي بغينا. بزاف الحاجات ما يتقال، الدوتشة ديالنا تكون بوحدها، اي حاجه تكون بوحدها، وبزاف الحاجات حنايا راه هنايا مجموعين مع بعضنا كل واحد ماين، خصك تعطي لنا هذه الواجبات ديالنا. هما السبب عندهم بسيط، كامله بغاو يتكيو على ديك المدير كيسمعوه كروسيست وقبيح، المدير قبيح بغاو يتكيو عليه. النصارى هادو اخوتي، ما تنساش اسم النصارى حين كيتسقوا بواحد الحاجه. ايوا جمعهم قالوا لهم تمشيو معنا للبيرو، تمشيو عند المدير تما وتفاهموا معاه وكذا. المهم مشاو شي 12 بهم والكبير ديالهم. ايوا دخلوا البيرو عنده وكذا، هادي بقى عليهم السياسه، علاش حنا اخوتي ما كان الكوارو هادي بهاد الامور هادي ما عندنا شي لعب. كنعملوا معاهم اللازم وكنتعاملوا معاهم، كنتهلاو في النصارى. وخا الحبس ديال المغرب النصراني ما كيعيش شي مكرفص كيما من اي دوله دخل عندنا المغرب، كيعيش معزز مكرم. اي واحد دخل المغرب كيتكرم. المغرب ديما عنده طابع ديال المغاربه، كيكرموا الضيف واخا يكون كيما كان، كاوري سعودي لبناني فلسطيني من اي دوله كيدخل لنا المغرب. الجزائري كانوا معنا الجزائريين واكلين شاربين كلشي ديالهم وكيتعاملوا معاهم، ما كيتكرفصوش عليهم مؤسس، كدعم العلي اعتبار الدوله ديالهم وعندهم واحد المساله ديك الناس استثنائيين في المعاملات ديالهم. المهم عطاهم الحمام ديالهم بوحدهم وضوبل لهم بزاف الحاجات وتعامل معاهم وتسع عليهم في البيوت، وبدا كيجيب لهم الناس القيان وكيعملوا الطواياج وكيعطيهم بزاف ديال ديك الامور ديال حتى ديك الصابون ديال الحبس المغاربه وما كيشبروه شي، وهو كيعطيهم الواجبات كامله، المعقمات الشامبري باش كيضربوا لهم بينسات باش كينقيو باش هادي باش هادي. وقالوا له شنو دار لك باغين تلفازه وكذا، قال لهم انا كتبت لاداره الشجون وراه غادي يردوا عليا وغادي نعمل لكم تلفازات في البيوت وكذا وهادي وهادي، كانوا باقيين ما عاطينش تلفازات. والمهم عمل معاهم اتفاقيه وعملوا معاه اتفاقيه، هما بغاو يعرفوا شنو بالو النصارى ذكيين في هاد الامور هادي، جبروه كيتعامل معاهم بحال شبروا الحقوق ديالو مع من خطر المناقشه اللي كيتناقشوا مع المدير. قال لهم صافي دابا عمتوا البيت ديالكم، اي حاجه انا موجود هنايا. المهم جابوهم بالليل دخلوهم بيوت ديالهم فرحانين وكذا وهادي، احنا قصارين انا قصر بحال جي من فوق، هضرت واحد الليله باش نقول لكم ما تحصاش، ولا غدا نتكنوض ندبر على راسي وخرج ديك خدامه كما كنا كنعاودو لكم، خدام على راسي وندوز حبسي كل نهار كندوزوه بعام. وما تنساوش بالكم اخوتي كتعرف، ومني كيصبح الله الفجر كيقول الله اكبر، والساروت خدام النهار اللي دخلت الحبس عندي الحداد ساكن في ودني طراق طرطلاق طاق طاق، اللي كيهرس بليل اللي كيجبد عديده اللي كيجبد كريه. ولفنا على هاد القضيه هادي، راه الحبس اخوتي ماشي مزيان، نتمنوا الله ما يطيح حتى واحد في هاد الفخ هذا وحتى واحد ما يطيح في هاد الزوبيه، راه ماشي سهل اخوتي. وكنعطيو جميع الشباب ديال المغرب وجميع الشباب اللي كيشاهدوا بلا اله الا الله، الله يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم ويبعد عليهم بلا البلاوات، وحيدوا علينا هاد الحقره وحيدوا علينا هاد المصايب هادي اللي كتوقع اخوتي. سمعتيني هي هذيك، كندور مع راسي طران طران، وصل واحد النص نهار اذا شي شويه ضوى الحال والناس بدا كخرج الزياره، شي ماشي الفرملي شي ماشي الطبيب على برا. المهم حركه دايره، واحد ساعه كنشوف القماج يا وليدي بواحد الميكا في يدو فيها الصخيره كتبان ومبيطا، كتبان فيها الكيكاس، كيبان فيها ديك الشيء ديك السقاطه اللي تبيق على السقاط. الطاقه الطاق شفتو انا تبعتو من اللورا حتى وصلنا حي جيم، طلع من فوق وصل باب السيلون ديالي فتح دخل، جيت انا من موراه فتحت دخلت، قال لي الصخره اخي محمد البارح جات بالليل. فتحت اذا جبرت كيلو اخوتي، اربعة المرتديلات عاملين 4 كيلو عام بحال المرتديله كان، وش 50 ماسو ديال الليبرو وشي سقاطه وكذا الدار وهاديه. قلت له دابا في قسم، قال لي محمد ما تعطيني حتى ريال دابا، بحال والو اليوم ولا غدا يطلقوني بالصروح، حنا دافعين ومحاميين دافعين غنشوفو الصروح ان شاء الله نخرج بحالي وهادي. قلت له الله يطلق سراحك الله يطلق سراحك، والله يسهل عليك مني شبرو قاتل، حلال عليك تخرج بحال كان معلم الناس النص كبير ما كانش تايق بهادشي هذا. بالحق الحبس راه فيه بزاف الحاجات ما كيعرفهمش الناس، الحبس راه فيه شي حاجات ما كيعرفهمش الناس، على سماوه قبر الحياه، شي حاجات غرابين كيوقعو داخل. والمهم اخوتي الفقي مشى بحالو، انا شبرت ديك الصغيره دخلت بحالي عند الطلبه صحابي داخل، عندي واحد الكوان تما في الدوتشه قاعد حي الجيم
دوتشا كبيرة وما كيدخل لها حتى واحد من غير الطلبة. عندي تما واحد البلاصة محيد واحد جوج دلوسات، هاديك الشي مخدوم مزيان، الخزين حباسي، او عندي ديك امور معدلة ومسكسفة زعما الشيطان ما يعرفش ديك الشي. راه يديك الامور ديالي بالميكات وكدا، هادي رجع ديك الشي على حقه وطريقه، هاد جفاف مفرشين وديك الشي معدل، تشوف والله ما تعرفو واخا يكون عندك خبيث. فهمتي يا خوتي؟ المهم نوت اخوتي هو فحالي خرجت من تما، بقيت كندور وصلت عندك النصارى صحابي، هضرنا انا محمد، قلت له انت كتشوف، قلت له كاينه شي حاجه، قال لي خلي لي واحد كذا وكذا، قلت له واخا خلصني خلصني فلوس وزادني كرات نقرع من تميدة، واحد صاحب اخر عاود هذاك محمد عاود خلصني، درت على شي دراري صحابي عاود تخلص من عندهم، درت عاود على بنادم اللي كيعرفوني وكنعرفهم تخلص من عندهم. المهم كل واحد عنده الصخيره ديالو، واللي بروك الحرف مقطوع اخوتي كيوصل حتى 70 درهم وفين هو، هي هذيك. ايوا اخوتي درنا كلينا شربنا فرحنا مع الخوت، ما خلينا حتى موطا، هي هذيك في الليل طلعت بحالي في العشيه. ايوا تعشيت خرجت كنجلس كروه مع عندي السيلو مفتوح، الباب مفتوح وقعدت في الباب على الكريسي، تا تبتنا الامور مزيان. دخلت اخوتي جبت واحد نص كيلو، جيت نسيلون ديالي شعلت الريشو، بديت كنقطع الطاق الطاق، و 50 غرام بوحدو و 100 بوحدو، وعاود ديك الشيء هذاك، وعمل ماصوص اللي بروني طلب هذا واللي طلب هذا كله عملتو ديالو واحد، وجد ديك الشيء كامل عملتو بواحد الميكا، دخلتو خبعتو ناضي ناضي، خليت عام نكمي واحد 10 ولا 15 غرام عامله في الجيم كنكمي منها، وكنكيف دراري صحابي اللي ساكنين قدامي. والمهم ديك جوج كبار عطيت انا واحد الاستاذ صاحبي خبعه، ديما كنخلي عنده البركه والله شاهد. هيا هذيك قصرنا ديك الليله ما كاين ما كلام، هيا هذيك صباح الحال عاودنا كنخدموا على راسنا بحال العاده، ما كاين حتى حاجه من هنا وما يقولوا لنا مات ديك بنادم، شكون هذا اللي مات؟ قال لك هذاك اللي قتل الضيف مات. الله وكيفاش مات؟ قال لك حكم على راسه بالموت، زيف راسو في الطواليط اخوتي، ولا شو كيفاش زيف والله ما طيح حتى على واحد، معروبيني جوج الخيوط سبردينا يا خوتي، هذا احمق، جوج الخيوط سبردينا طوالين ربطو معروبيني، وجيف راسو ربطه في عنقو، ربط حتى على الطرطق، وكا كيفركل تما ما عارفين والو، نص الليل والناس نعسه، حتى الصباح مجيف معروبيني واحد جيف، اش غنقول لكم اخوتي، ما لابس عليه حتى حاجه، ما لابس عليه مسكين والو، بحال كان كيدواش بحال كدا، وتبتم والنص الليل. ايوا ونهضة تحيحة تعاود، راه ما عندك المخزن من برا والروينه هادي، قال لك هذاك اللي قتل الضيف برا، اللي قتل ديك السيد هو ومراتو، اجي فراسو. انا كنت كنقول لكم اخوتي هو ثلاثه المرات ولا اربعه، وهما كيحديوه في حاله انتحار، علاش حتى واحد ما حلو في الحبس برا راسو، ما حملو حد وكدا مسكين، ما بقى له يعدم راسو، في المره الاولى تبعوه، المره الثانيه تبعوه، والثالثه تبعوه، الرابعه كان عدم راسو مسكين، جي فراسو معروبيني في الطواليط في وسط الفيسي مسكين، مطلق مع ديك مع الميكروبات وكذا، ومطلق رجل ديالو مسكين واحد الحاله، اش غنقول لكم، مني كيدوزو اخوتي باش عادي يعرفو باش مجيب ولا جيبو شي واحد معروبيني قد هيدا، عالي من الارض اخوتي، هيدا شي نص متر عالي من الارض، ماشي معلي في السماء ولا كدا، نص متر، جا الطبيب دوز عليه وكدا وهادي، ودوزو عليه كاملين، قالو لا مجيب راسو بيدو، علاش؟ كيمشيو اخوتي كيمشيو المانغو ديالو، كيدوزو عليه كيجبرو المخارج، واحد الروي بشكال قالو واحد الطبيب تما كيخدم في العبس، قالهم باش كيتعرف كيدوزوا له على المانغو كيجبروه، الساعه اللي كان كيموت كيطلق شي الماء مسكين، والله يسمح عليه، ما عندنا ما نقولوا اخوتي، هو عملها وقتل الضيف، والضيف معزز مكرم عند الله سبحانه عز وجل، علاش بنادم كيقول له ضيف الله، كيقول له مرحبا واخا يكون اللي كان، كتسمي الله ديك السميه الضيف الله هي اللي كتكفاه، وهي اللي هاد صدقوا قاتلين الراجل اخوتي، هو جاي في راسو الاخر ما ضربش الا 3 شهور لا 4 شهور لا عام لا والو، ما كملش العام قتل راسو بيدو، شي 4 المحاولات والخمسه كان قتل راسو. صبحنا بديك الصباح كنجريو واديه، والخدامه كيدورو، ما حلو حتى على واحد،
حتى جات السلطه من برا وجات السلطه العلميه وجاو هادي دوزوا على السيد دوزوا هادي كذا هادي شبروا عملوا بلا بيلانس مشاو بحالهم الواكيل زمو زمو كلشي بالعبس مشاو بحال نص نهار عاد بدات الناس كتبغي تخرج من الزياره عاد بداو الناس كيبغيو يخرجوا من الزياره وكيبغيو يخرجوا من هنا فهمتي يا خوتي عاد بينا كنخدموا نص نهار العشية عاد بدا التحركات شي شويه واديه الناس عاد تمشي للزياره ولا عاد تمشي لافيرميري ولا عنده الدواء ديالو وديك الناس اللي مراطين بالعقليه ديالهم كيشبروا الدواء ديالهم في العشيه كيعطيوها لهم واللي عنده شي بره كيضربها نوت تايدا زد ديك الميكا مع الحبس مخلط ولا هضره دايره وبديت كندور اللي خلصني بشي حاجه كنعطيه ديالو اللي خلصني بشي حاجه كنعطيه ديالو اللي خلصني بشي حاجه كنعطيه ديالو ترز ديك الصخيره ترز ديك الصخيره هذوك اللي خلصوني كاملين فهمتي يا خوتي اي هذيك بقيت كندور في الحبس وكذا جات الليل طلعت كانت كي فايده قارقه مع راسي سعدي نقول لكم اخوتي باقي جوج القرايه البينو او منزلي مخبعين ما عندي غرض لا نشرب لا والو ديك الروح اللي جايه في راسو كنتخيل كيفاش بنادم على مليون و700 على مليون و700 خوتي تا كيفاش كيوقع في الحياه على مليون و700 والمراه وكذا هادي المراه مشات المراه بيدها باقا صغيره العائله باقا صغيره هو بيدو باقي صغير ها الحياه مشات كامله على الطمع الدنيا طموع الدنيا الشيطان كيلعب على بنادم بنادم خصو يكون قوي اخوتي خصو يكون قوي وما يكونش طماع وما يكونش حساد وما يكونش فيه البغض وما يكونش فيه الكراهيه وما يكونش بزاف يا اخوتي علاش المغاربه المغاربه معلومين بالرجوله حنا خلقنا وجبرنا والدين ديالنا رجال وكنسمعوا الاجداد ديالنا رجال والعمام ديالنا كانوا رجال هيدا خصنا نعرفوا المغاربه اخوتي هيدا خصنا نعرفوا المغاربه والمغاربه بلاد التسامح بلاد الخير وبلاد بلاد الكرام بجميع اللي كيجي للمغرب انا ما عمري سمعت شي واحد دخل المغرب اخوتي وما كلاش يشرب وعش ولو المغاربه كاملين كيقولوا ضعافين وما عندهم شي وكذا بالحق اللي كيجي عندنا كامل كيعيش مزيان علاش هو الدرويش حين كيجي عنده الضيف كيجبد اعز حاجه عنده كيعطيها للضيف واخا ما عندوش واخا ما عندوش الحاجه المزيونه كيعطيها للضيف والضيف اخوتي ضيف الله اي واحد كيسمع في المسلمين ولا في المغاربه ولا في العرب اللي بوروس واللي كيعرفوا ما ينوموا بين الله كيقول له مرحبا بضيف الله زيد اخاي اللي عندنا نجبدوه انت يا اخوتي حنا مراد باش كنخمم ديك الراجل كيفاش دخل هيدا كيعمل اخوتي دخل ديك التهمه اللي فيها قبيحه ديك التهمه اللي عنده موسخه وما هو غزال ما كملش عام اخوتي انت كتشوف قتلو هو المسجن ما كيحملوش شي كيضرب من هنا كيقيل يجفف كيقيل يشطب كيقيل يصبب حتى واحد ما حملو اخوتي سمعتوني هاد السيد هذا سمعتي نقول لكم واللي عطى الله عطاه هو مات مسكين دابا راه دار الحق راه مشى وبالحق اخوتي باش تعرفوا واحد الحاجه الحبس راه ماشي كامل مساجن كيف كيف راه كاين بعض السجناء اخوتي كيطلبوا الموت دابا قبل غدا راه بعض السجناء اخوتي راه كيطلبوا يتعدموا في دابا احسن ما يبقى حتى الغد علاش اخوتي ما كنحملوهمش على التصرف ولا المشكل اللي جا من الزنقه ولا الحياه اللي عنده ولا فهمتي اخاي بس تعرفوا شنو واقع في هاد الدنيا هاد الدنيا غريبه ايوا درت كنستنى بحال هادا قلت ما نعرف يكون شي حاجه والله عدلة وانا كنشوف هاد الفقيه هدايا ماجين عندي قلت له كيفاش كتقول بالليل ولا البارح كتقول لي غادي تخرج وهادي هادي الفقيه قال لي عاسكوت اخي محمد قال لي ديك الفقيه قال لي عطاو الصروح ومني وصلنا عندهم رفضوا لي الصروح اخي محمد قلت له علاش رفضوا لك الصروح والقاتل كتقول بان قال لي القاتل بان اخي محمد حقا رفضوا لي الصروح على حساب العائله كانت طايحه معايا دابا حبله منك ديك العائله اللي ماتت قال لي العائله حبله مني اخي محمد وما نكذبش عليك دابا المشكل اللي عندي عاد ديك المشكل بيني وبينك قلت له ما يكون والو حقا الفقيه شي عامين ولا شي عام دابا قربت تمشي بحالك وربي كبير بقي وصبار وما كاين والو وما تخممش بقي وانت قلبك مزيان وخا سميتك شيطان انت شيطان بالحق راه الشيطان راه ماشي هو هذا الفقيه راه من حصل قتا انتينا راه وليتي بريع انت الفقيه وعز عليا الفقيه على حسب كيتعامل معايا مزيان عز عليا وعلى حسب اللي عز عليا خوتي تعا نقول لكم بنادم حين كيعاملك مزيان دائما كيبقى في البال مزيان وانا كنتحي جميع المغاربه وكنوصي هاد الشباب المغاربه
داخل المغرب وخارج المغرب، والجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج، جميع الشباب يردوا بالهم اخوتي، يردوا بالهم. الحياه معوطه على والو، راه الا ما عرفتيش تمشى في الدنيا بترميم، راه الا ما عرفتيش تمشى في الدنيا بترميم، لا دنيا لا اخره. الا غلطتي في الحياه في الدنيا راك لا دنيا لا اخره، لا مع الله لا مع العبد. وتهلاو في راسكم اخوتي المغاربه واخوتي العرب كاملين، وعمل ابوني وعمل جيم مع ابي محمد بن الحاج الطبيب، والنمره التليفون ديالو راه معروفه 07 06 90 05 40، 07 06 90 05 40، بالحاج محمد الطبيب، كنيس اصل الحقيقي بالحاج محمد الكنيه الطبيب. انت يا اخوتي وتهلاو في راسكم المغاربه، تهلاو في راسكم المغاربه، مابقاوش تخمو بزاف، شوفوا قدامكم الحياه تشات كامله وعاقلت. والله الا انا بدي كنتونس معاكم وعايش معاكم، تسال علي الله وسمحوا لنا بزاف. وعاش الملك اخوتي، والسلام عليكم.